Você. أنا أذكر قبل عشرات السنين في كربلاء المرحوم شيخ عبد الزهراء الكعبي، اليوم أيضا وفاته الشيخ الكعبي، اليوم وفاته، لأنه قتل يوم وفاة الزهراء، كانت ولادته يوم مولدها فسمي عبد الزهراء، ووفاته يوم وفاة فاطمة. صعد المنبر يقرأ مصيبة الزهراء في كربلاء يوم وفاة الزهراء، وسكت شيخ الكعبي، قال: يا جماعة، أنا اليوم الفجر رأيت الحسن والحسين سلام الله عليه، رأيتهما وهما يعتبان علي، يقولان: يا شيخ عبد الزهرة، لماذا لا تقرأ مصيبتنا لأحبتنا وشيعتنا؟ قلت لهما: سيدي، أنا قارئ مصيبتكم، أنا المقتل عند المقتل أقرأ. يقول: التفت الحسين إليه قال: يا شيخ عبد الزهرة، عندنا مصيبة أنت ما ذاكرها لأحد، هاي المصيبة مؤلمة وثقيلة عزيزة علينا. يقول: قلت لهما: سيدي، ما المصيبة؟ قال: يا شيخ عبد الزهرة، لما هجموا على الدار وعصرت أمنا بين الحائط والباب، وأخرج أبونا علي ملببا بحمائل سيفه، نحن بقينا في حيرة، نبقى عند أمنا فاطمة أو نخرج خلف أبينا علي. هذه ذكرها الشيخ رحمة الله عليه.